شوف انا هقولك كلام علمي مش كلام نظري، كلام من علم النفس الايجابي، تحديدا كلام مارتن سليجمان مؤسس علم النفس الايجابي، بيقول لن تصل الى السعاده حتى يكون هناك معنى كبير في الحياه يحتويك وتنتمي اليه، وكل ما كان المعنى ده اكبر تشعر بالسعاده اكتر. انا حاسس بيك وانت بتقول لي انا حاسس ان الدنيا ملهاش طعم وان انا تعبان نفسيا، ما هو الحل في اللي انا بقوله دون، لازم يكون في معنى كبير في الحياه يحتويك وتحس انك منتمي اليه. يعني اعمل ايه؟ عندك حاجه من الاثنين، يا يعني يكون عندك حلم عايز تحققه لحياتك والحلم ده واضح، ده اللي بيخلي الحياه طعم، ده اللي بيخلي الحياه طعم ويخليها حلوه. الحياه بدون حلم شيء لا يطاق. حلم يعني هدف، حاجة عايز توصل لها وهتاخد وقت وإيه المانع، وكل ما كانت كبيرة كل ما تحتويك أكتر. دي الطريقة الأولانية. طب والطريقة التانية إيه؟ الطريقة التانية إنك تشعر إنك عبد لله ويكون أكبر معنى بيحتويك إنك عايز تحقق مراد الله، عايز أعمر لك في أرضك يا رب. عرفتوا يعني إيه كلمة الله أكبر؟ لأن مارتن سليجمان بيقول لك وكل ما كان المعنى ده أكبر تشعر بالسعادة أكتر. عرفت يعني إيه الله أكبر؟ حاجة من الاثنين، حاجة دنيوية وحاجة روحية دينية. الحاجة الدنيوية عندي حلم وهدف في الحياة، الحاجة الروحية عايز أعمر في أرض ربنا. أنا شخصيا عرفت أجمع بين الاثنين، حلمي بقى هو الإعمار من طريقتي. ربنا يفتح عليكم جميعا ويحفظكم من وجع القلب ومن الهم ويسعدكم.